حلقة جديدة من برنامج تفضل عندنا. النهاردة ان شاء الله الحلقة كلها عن البطاطا. هنعمل فراخ بالبطاطا وهنعمل سلطة بطاطا وهنعمل كمان بانكيك بالبطاطا. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. تعالوا مع بعض نشوف اول وصفة معانا النهاردة. وصفة الفراخ اللي بالبطاطا عبارة عن مكعبات صدور فراخ بلاك بينز او فاصوليا سودا موجودة في اي سوبر ماركت. وعايزة اقول لكم بتعمل او بتدي للاكل طعم حلو قوي. ذرة، تشيري، طماطم، صوص باربيكيو، وكمان مكعبات بصل احمر وعسل، ومكعبات بطاطا متقشرة، وزي ما انتم شايفين كده منقوعه في ميه عشان ما تتسودش. طيب اول حاجه كده هصفي البطاطا وهحطها هنا كده. مع شويه صغننين من الزيت وهحط هنا كمان زيت. اقلب واسيبها كده ايه تستوي براحتها شويه. هنا بقى هحط فلفل اسود وهحط هنا الفراخ صدور الفراخ. خلاص دول بقى هخليهم كده على جنب دلوقتي. ونعمل الخلطه بتاعه البانكيك. عباره عن بطاطا مشويه حطيتها كده زي ما هي بالفويل كده في الفرن لحد ما استوت وبقت بالمنظر ده. لبن ودقيق وعسل ابيض وبيض وفانيليا. المقادير بالظبط هتطلع عندكم على الشاشه عشان لازم تبقى مظبوطه. هنحط الاول البطاطا كده هقشرها كده. طبعا البطاطا ليها فوائد كتيره جدا وهي ابتدت دلوقتي تظهر، فابتدينا نشوف نعمل بيها ايه، لان اغلب الناس بتشويها بس او بتعمل صينيه بطاطا بالبشاميل. فانا قلت اقعد كده نخترع كده نعمل شويه كده اكلات بالبطاطا. عايزه اقول لكم ان بره الطبق اللي بيبقى فيه مش بطاطا بيبقى غالي جدا، يعني بدل البطاطس بيستخدموا البطاطا يعملوها بوريه بالكريمه كده. طيب نحط هنا، وكمان البطاطا فيها من الحاجات من الانواع اللي فيها مضادات اكسده مهمه جدا للجسم، وبعدين فيتامين ايه عند فيها عالي جدا، فطبعا هي حلوه جدا جدا للاطفال. وبعدين كفايه ان احنا بناكل حاجه مسكره مفيده، يعني بدل الشوكولاته والبونبون والحاجات دي البطاطا اصلا مسكره، بناكل حاجه حلوه وفي نفس الوقت مفيده، سكر طبيعي. طيب كده هقشرها كده اهو. هقشر كفايه اتنين بطاطا. لو حسيت ان احنا بنعمل بانكيك والبانكيك لازم يبقى تخين شويه اول حاجه ههرس كده البطاطا كويس قوي. حطيت دقيق هحط مكعب زبده بالطريقه قوي من جوه.
هكسر بقى البيض كده. كويسه. احط الفانيليا، مهمه جدا الفانيليا لما بنحط البيض. بس نطلع فاصل بقى، هرجع اكمل البانكيك بتاع البطاطا، بس الاول نقلب ده كده. ايوه انا مش عايزاها تستوي قوي، عايزاها تستوي بس تقرمش في نفس الوقت وتفضل مكعبات كده شكلها حلو. نقلب الفراخ. نسيب الفراخ تستوي براحتها، ممكن نحط بس مع البطاطا الذرة. ونقلب. وهنحط معاها مكعب زبدة. نحط لا الفاصوليا السوداء اصلا مستويه، خايفه احطها تستوي زياده. ممكن نحط كمان البصل كده بس. بس نطلع فاصل بقى، هوطي عليها خالص. نطلع فاصل ونرجع نكمل بانكيك البطاطا وكمان سلطة البطاطا. خليكم معايا. رجعنا دلوقتي بعد الفاصل. انا بس حطيت واحده كده تستوي، وانا كنت عامله نسخه، خليها كده لحد ما دي ايه فاضل لها لسه شويه. تعالوا نشوف سلطه البطاطا اللي عاملينها النهارده. نجيب دي كده ونجيب ده كده، وهنجيب الليمون والزيت. يعني ممكن والله ما نحتاجش الزيت قوي. طيب اول حاجه هعملها اقول لكم السلطه عباره عن ايه. شبت وبقدونس، بصل احمر، فلفل احمر مشوي، فلفل احمر عادي ممكن تحطوا ده او ده او تحطوا الاثنين، بطاطا وكمان زبادي. اول حاجه هحطها هي البطاطا كده مع معلقتين الزبادي. خلاص بص بس على دي كده نظامها ايه. لسه شوية هنجيب الفلفل الاحمر المشوي، عايزة اقولكم بيخلي طعم البطاطا حلوة قوي. نقطعه كده، نقطعه نهرسه، نقطعه مكعبات صغننة اللي يعجبكم، بس انا بحب يبقى باين. يعني نطلع ريحة حلوة قوي، فليكم الاختيار يا تحطوه كده زي ما هو يا اما تحطوه مشوي. حط البصل، احط الشبت، نقلب كده بقى السلطه كويس قوي ونحط لها. انا شايفه ان انا مش محتاجه زيت، اللي حابب يحط زيت يحط. حط لها الليمون مع شويه البقدونس وملح وفلفل، وتبقى كده
السلطة، البطاطا، البوريه جاهزة، فلفل اسود، ملح، كده سلطة البطاطا خلصت. عايزة اقول لكم طعمها هيعجبكم جدا وحاجة مختلفة، والليمون هيديها طعم جديد خالص. بص كده بقى، دي كده تمام اهي. كده خلصنا السلطة، نحطها كده. اول حاجة خلصناها، نبص بقى على البانكيك البطاطا هنقدمه ازاي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايزة اقول لكم بقى، لو عايزين تخلوا لونها اورانج اكتر من كده، ممكن ان احنا نحط لون اورانج في الخلطة بتاعت البانكيك، لو انتوا عايزين تغيروا لونها شوية، لو انتوا حابين يعني. هنقدمها بقى ازاي؟ هنجيب كده البانكيك ونحط معاه عسل تاني كده، عسل اهي. شايفين هي بس اتحمشت شوية من ورا، حطها كده وهي سخنة كده. عايزين تحطوا عسل ابيض، عايزين تحطوا صوص شوكولا، اللي انتوا عايزينه. هنحط هنا بقى، نجيب البطاطا المشوية كده، وهنحط شوية عسل ابيض كده عليها، وكده يبقى خلصنا النهاردة بانكيك البطاطا. اهو اغسل ايدي بقى كده عشان نكمل الوصفة التالتة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تحفة اصلا، وطعمها حلو وشيك جدا لو احنا جالنا ضيوف وعملناها لهم. وممكن لو حابين تاكلوا معاها ايس كريم، يبقى ايس كريم وبطاطا وعسل ابيض وتحطوا مكسرات. يعني ممكن نخليها حاجتها اغنى من كده، بس انا حبيت ان انا اعمل حاجه بابسط الامكانيات، البطاطا مع الدقيق واللبن والبيض والفانيليا والعسل الابيض. دي ابسط حاجه احنا ممكن نعملها، ممكن نزودها صوص شوكولا، ممكن نزودها ايس كريم فانيليا، ممكن نزودها لوز او فستق. طيب نشيل كده الحاجات دي اللي احنا مش عايزينها. هنحط هنا بقى العسل الابيض مع معلقة من صوص الباربيكيو، نقلب كويس قوي، مع معلقة من الليمون، ممكن نحط برضو شوية ليمون هنا،
كده. عايزه اقول لكم الريحه ليمون مع عسل ابيض مع باربيكيو عاملين ريحه حلوه قوي. هقلبها كده اهو. احط الطماطم، احط البلاك بينز، الباربيكيو بقى هحط كده معلقه صغيره قوي منه هنا، وهقلب. بس ونسيبها كده 5 دقايق تستوي، نحط لها بس ايه مكعب زبده. هنجيب كده الطبق، شايفين طبق مليان خضار. في ناس على فكره بتحب قوي الحاجات تبقى مليانه خضار والبروتين يبقى قليل. شايفين مليان خضار، ممكن انا شايفه انه مش محتاج حاجه جنبيه، بس ممكن ناكل جنبيه عيش، لو عايزين رز بسمتي كده مسلوق يبقى حلو جدا. شايفين الطبق عامل ازاي؟ شكله حلو قوي ووصفة جديدة جدا علينا. نقلب كده فراخ تقليبة أخيرة. بس ونبتدي بقى ايه نقدمها. بس كده وكده خلصنا الوصفة التالتة النهاردة. النهاردة عملنا 3 وصفات، عملنا وصفة سلطة البطاطا البوري اللي بالفلفل الأحمر المشوي مع الشبت والبقدونس والبصل الأحمر، ما ننساش الليمون. عملنا كمان بانكيك البطاطا بالعسل الابيض. اخر وصفه بقى عملناها النهارده وصفه صدور مكعبات الفراخ مع مكعبات البطاطا والبلاك بينز والذره ومكعبات الفلفل الاحمر، وحطينا معاها الصوص بتاعها كان صوص الباربيكيو مع عصير الليمون والعسل الابيض، وقدمناها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا، والصوص ده مهم جدا، عسل ابيض مع صوص باربيكيو مع عصير الليمون هيديله طعم حلو قوي للوصفه. يا رب النهارده تكون الوصفات عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.